بايلا، بايلا للسليماني على المقاص. الرجاء ينتفض، الرجاء يعلن الصراحة بأنه مصر على الانتصار في هذه المباراة، هذه الرأسية، والعارضة ترفض هدفا رشاويا قبل تدخل من العنكبوت نادر. نبقى مع الرجاء في هذه الكرة مباشرة لسفيان، سفيان لبايلا، والحكم يقول كرة تجاوزت الخط وإلى ضربة مرمى. هذا مارشون بيرترون بتاريخ وبرصيد أكيد لعل أبرز